حافظوا على السنة يا كرام، حافظوا على السنة، هي الترجمة العملية للقرآن، تعملون بالقرآن وتنجون باتباع السنة التي حفظها الله عز وجل. انظروا، نسأل الله العافية والسلامة، انظروا الآن أمامكم شيء من، نسأل الله العافية والسلامة، يعني نعوذ بالله، نسأل الله لنا ولكم العافية والسلامة، شيء من يعني ضلالات هؤلاء المشركين، نسأل الله العافية والسلامة. تجدون العجب والعجاب، تجدون العجب والعجاب. لاحظوا يا أخوان، لاحظوا، ترى هذا يعني في منهم عدد، شوفوا الآن، لاحظوا الآن كيف يتعبدون الله، شوفوا، أعوذ بالله، الآن هذا الآن يأتي وينحني أمامها الإنسان، أمامها ولا يستنكر عليه. أعوذ بالله، هذا لا شك يا أخوان، لا شك، يعني بمجرد بس رؤية هذا المنظر تعرف أن من في هذا المجلس على ضلال، نسأل الله العافية. الانحناء والسجود والتعظيم لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. شوفوا، لاحظوا يا أخوان، هكذا يذكرون الله، هكذا يذكرون الله، نسأل الله العافية والسلامة. بل تطور الأمر، انظروا الآن يا أخوان، انظروا، شوفوا كيف خطوات الشيطان، شوفوا الدفوف موجودة في المسجد والطبول موجودة، أعوذ بالله، والتراقص والرقص، انظر كيف يخر له ساجدا، انظر يا أخوان، انظروا، انظر، أعوذ بالله، أعوذ بالله، ينحني له انحناء، أعوذ بالله، اللهم استعان، اللهم استعان، بالدفوف. هذا شيء من دين محمد صلى الله عليه وسلم؟ أعوذ بالله. بل والله إن دين نبينا صلى الله عليه وسلم بريء عن مثل هذه التصرفات وهذه البدع وهذه الانحرافات، نعوذ بالله، نسأل الله العافية والسلامة، نسأل الله العافية والسلامة. فنتق الله يا أحبة، نتق الله يا أحبة، نتق الله سبحانه وتعالى. بدع لا تنتهي، بدع. شوف الآن هذا الآن يدعو القبر أمامه، عبد القادر، هذا يا شيخ قبر عبد القادر الجيلاني يقولون، هذا الآن يدعو القبر أمامه، وين التوحيد الربوبية، وين التوحيد الإلهية، وين القرآن هذا؟ في عدد منهم ترى حافظ القرآن، وين القرآن هذا؟ القرآن هذا اللي حافظينه وين؟ أين ذهب هذا القرآن؟ أين ذهب هذا القرآن؟ لا حول ولا قوة، لا تكاد تفتح صفحة من القرآن تجد فيها توحيد، إفراد الله بالعبادة، إفراد الله بالعبادة، اعتقاد أن الله وحده هو النافع الضار عز وجل. وين الآن سورة الزمر؟ سورة الزمر أمامك، يعني الصغير والكبير يحفظها. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. ثم انظروا شو اللي يقولون المشركون والذين اتخذوا من دونه أولياء، اسمعوا شو يقولون، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قرهم الله عز وجل هذا الكلام، يقولون ما ندعوهم، إننا ندعو عشان هو علاقته بالله أقوى منا، في يشفع لنا عند الله. طيب شوف الله قرهم على هذا، الله إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. شوف قال الله عز وجل عنه، كاذب كفار، لو أراد الله يتخذ ولدا لاصطفى ما يخلق ما يشاء سبحانه، والله الواحد القهار. ثم شوف الآية الدالة على وحدانية الله وأنه المستحق للعبادة عز وجل، وين وين وين؟
شوف شوف كل الآيات دي دالة على وحدانية الله سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى إني أمرت قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، أمرت لأن أكون أول المسلمين، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. تأكيد مرة ثانية، شوف كم مرة تكررت في هذه السورة، قل إني، هذه الثالثة، قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه. شو النتيجة؟ قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. وانظر في سورة القصص، هذه بس كذا مواضع جت في بالي، ولا والله القرآن كله 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 يا أخواني في مثل هذا التوحيد، دعوة إلى التوحيد ودحر الشرك. انظر يا أخواني، قال ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، إلى أن قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما أغوينا. شو النتيجة؟ شوف تبرأنا إليك، تبرأوا منهم، كل يتبرأ من الثاني، نسأل الله العافية والسلام. فعميت عليهم الأنباء ويومئذ فهم لا يتساءلون. فنتق الله سبحانه وتعالى ونتبع، شوف بقية ادعوا شركاءكم، فدعوهم أمامه، شوف فلم يستجيبوا لهم، يا الله، ورأوا العذاب، خلاص ما ينفع، يلا ادعوهم خلهم ينقذونكم من اللي كنتم انتم تستغيثون بهم وكنتم تنادونهم، ويا بدوي ويا علي ويا حسين وغيره من اللي يستغيثون بالأولياء والصالحين، يا خلهم ينفعونكم الآن. ما يستطيعون نفع، كل إنسان ما يستطيع ينفع نفسه إلا بالله، كيف أنه يقدم نفع لغيره ولا يضر ولا ينفع ولا يضر؟ نعوذ بالله. هم إذا حاجيناهم بالآيات وبالقرآن قالوا لا، إن ندعوهم هم ينفعوننا بإذن الله ويضروننا بإذن الله. طيب لماذا لا تدعو الله مباشرة ما دام تعتقد الآن أنه هو اللي ينفع ولي يضر سبحانه وحده؟ لماذا لا تدعو الله مباشرة؟ لماذا تجعل بينك وبين الله وسائط تدعوهم وتستغيث بهم؟ أين هذا التوحيد الذي في قلبك؟ أين هذه الفطرة السليمة اللي كانت في قلبك أفسدتها بنسأل الله العافية والسلامة بدنس الشرك وظلمات الشرك؟ نسأل الله العافية والسلامة لنا ولكم، صلى الله يحيينا وإياكم على الإسلام، وأن يميتنا على الإسلام، وأن يبعثنا وإياكم على الإسلام.